نحن اليوم الفور جي او الجيل الرابع اطلقناه على مستوى الدوله في ابو ظبي والعين دبي راس الخيمه الشارجه عجمان ام الكوين والفجيره في كل المدن الرئيسيه الخدمه متوفره. بدينا بتجارب 2000 مشترك من قطاعات الاعمال من الناس اللي هم نستفيد من رايهم في بدايه الخدمه. انت كخدمه جديده يعني من الحكمه انك تبدا باطلاق خدمه بهذه الطريقه لانها ايضا الاجهزه مش متوفره في الاسواق ولذلك لابد انت في استثمارك هذا تكون متدرجين ولكن ايضا في منحنى متسارع لتوفير الخدمه في كل الدوله. الموازي لها او خلينا نقول السابق والموازي هو خدمه الالياف الضوئيه في البلد. الحمد لله قطعنا شوط كبير من ناحيه الاستثمار ومن ناحيه توفير الالياف الزجاجيه في كل الدوله لان هذه تقريبا نظريا ما لها اي حدود في ما تستطيع ان تقدمه لك، انما يعتمد على التقنيات الموجوده والتطبيقات الموجوده، فنحن الحمد لله اليوم سعداء في جايتكس وسعداء ما وصلنا اليه.